نعود أيضا الاتصال مع الأستاذة مريم الشحي، متنبئ جوي بالمركز الوطني للأرصاد. مرحبا بك الأخت مريم، ما هي التطورات المتوقعة في الحالة الجوية خلال الأيام القادمة؟ فيكم. طبعا أول شيء نود أن ننوه على المستمعين بسقوط أمطار الخير والرحمة على مناطق متفرقة من الدولة، وطبعا سجلت كميات أمطار على مناطق مختلفة من الدولة، وكانت أعلى كمية على جبل مبرح كانت 56.6 مليمتر. طبعا حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة على الدولة، ويكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، يتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة. نعم، رسالة توجهونها للجمهور؟ نتمنى لكم السلامة دائما، ونتمنى منكم أن تأخذون الحيطة والحذر، خاصة عند الأماكن اللي يتجمع فيها الماء ومناطق جريان الأودية. إذن مريم شحي، متنبأ جوي بالمركز الوطني للرصاد، شكرا لكم.